أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وكذلك هم أرحم الناس بالخلق. من كان محسنا أو مقصرا فليحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. ثم كونوا على وجل وعلى خوف ألا تقبل منكم أعمالكم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فكروا في أنفسكم وفي نياتكم ومقاصدكم، ولا يعجب أحد منكم بعمله، بل يعتبر نفسه مقصرا ويعتبر نفسه مهملا وينكسر بين يدي ربه عز وجل. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى.